الخوت السلام عليكم. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على البيع والشراء ديال السيارات. غادي نهضروا على النظام اللي دارته الدوله الجديد، المميزات والسلبيات، شنو خصك دير شنو ما خصكش دير، شنو الاخطاء اللي خصك تجنبها. يعني هذا الموضوع مهم، معلومات مهمه جدا جدا. يعني تصنت مزيان الفيديو، يعني الناس اللي كتبيع وتشري الطوموبيلات راه الفيديو مهم جدا، لان معلومات حصريه واول مره، يعني ما يقدر يقولها لك حتى شي واحد. هذه من جهه، يعني ما غتلقاها لا في يوتيوب لا في حتى حاجه. اذا غادي نهضروا على النظام الجديد. كما كتعرفوا شهر 3 2023 طبقت الوكاله الوطنيه النارسا طبقت نظام جديد خاص ببيع وشراء السيارات. داروا يعني موقع جديد ان فيه كتيم البيع والشراء، يعني لغاو ديك النظام ديال الكارتولينا، ديك بقى الوكاله عقد البيع حتى هو تلغى. اذا تلغت كارتولينا وتلغى عقد البيع وتعوض بالنظام ديال نارسا الجديد، نظام نارسا الجديد. اذا شنو هذا النظام ديال نارسا؟ النظام ديال نارسا احسن ما داروا بالنسبه للمشتري، احسن حاجه بالنسبه للمشتري. دابا شحال هادي ملي كان النظام القديم كنت كدير كارتولينا مع السيد، كتفاهم انت وصاحبيه، كتعدلوا كارتولينا، كتكتبوا عقد البيع، كيشبر المشتري مثلا 5 مليون شحال متفاهم على الطوموبيل، كيعطيها للسيد البائع. ولكن ملي كيعود يدفع مثلا في الشاون او في الكرواخي في اي مدينه، ملي كيمشي يدفع كيتفاجأ بان الطوموبيل عليها تعرض او عليها حجز او مولاها باقي ما مخلصش شي حاجه او عليه غرامه او عليه ضريبه. اذا كيتزرف كيصدق، خصو يخلص ديك الغرامه داك السيد عادي يقدر يدفع وترجع في السميه ديالو. او لا كتبقى مثلا ما كيمشيش يدفع، ديك كارطولينا كتسالى وكيبقى يعني البائع الاصلي معرض للخطر. فهاد النظام هذا جديد، هاد النظام اللي داروا جديد الغى داكشي كامل. اول حاجه كيجي لعندنا السيد البائع والمشتري، كيجيبوا كارطا غريز، كنشبروا كارطا غريز وكنشبروا البطائق الوطنيه ديالهم. هذا كما قلنا الاخوان، من بعد ملي كيعطينا السيد كارطا غريز كندخلوا المعلومات ديال كارطا غريز في السيستم ديال المارسا. اذا ملي دوزتنا للمرحله الثانيه كيتسمى طوموبيل ناضيه كما كنقولوا، ولكن اون فوا كندخلوا المعلومات كطلعنا بان عليها تعرض ولا عليها شي مشكل، هنا كنخبروا يعني البائع والمشتري بان السياره فيها مشكل، يعني خصو يمشي للكرواخي يحل المشكل ديالو ويشوف التعرض ديالاش، عادي يمكن له يبيع عادي. هاد المسألة هادي في الصالح ديالنا، في الصالح ديال المشتري، ما كيتزرفش بالعربية، المشتري ما كيتزرفش. يعني أول حاجة الكتابة، يعني كيجي لعندنا المكتبة باش نشوفو الطوموبيل واش ناضية. إذا كان ناضية الأمور ديالها قادة، جوزناها في السيستيم، كيطلع ايكاليزي في الجامعة. من بعد ما كيكاليزي في الجامعة كيرجع لعندنا كنأكتيفيوها في السيستيم. إين فوا كتأكتيفها في السيستيم، يعني ميمكنش نلغي ديك البيع وشرا، يعني باش نكونو متفاهمين، ميمكنش نلغيها تماما، يعني ضروري خصو المشتري يمشي يدفع. بعد ما كيعدل هاد المسألة هادو كيخلص عندنا حنا هنايا في المكتبة ديال الخميس المنديق عندنا كاش بليس، كيخلص تحويل الملكية، يعني مبقاتش في المالية، كيخلص تحويل الملكية هنايا، أكبر للحق، كيخلص تحويل الملكية عندنا هنايا. ومن بعد ملي كيخلص تحويل الملكية كيمشي للباب تاعته، كيدير لا فيزيت ديال البيع والشراء، صافي كيطلع البريد كاش اللي كاين في الشوال في باب العين على ما أعتقد، وكيدفع الوريقات ديالو كيستنى واحد شهرين كتجي كارطا كريس في السميه ديالو. الامور ناضيه بكل بساطه. هنا كاين واحد النوع اخر اللي كيبغي يدير الوكاله، الوكاله فيها خطر، الوكاله ولات كتقاضى على 3 شهور، الوكاله كيزيدوا فيها يعني كتزدادك في الماليه عليها الغرامه. المهم الوكاله فيها خطر على علاش كيقولوا له، على سواء البائع ولا المشتري. يعني احسن حاجه من هذا هو يكتب هذا النظام هذا وما يديرش الوكاله، يعني الوكاله كتزيد عليك الضرائب، كتزيد عليك في المشاكل. يعني الوكاله بصفه عربيه يعني ما وكلاش الخبز، يعني الا بغيتي تمشي قانوني ومضمن يعني عليك بالنظام ديال نارسا، كتكتب الوريقات ديالك كتمشي ناضيه سلام سلام. هذا ما كان الاخوان الشيء اللي بغينا نوصل لكم. المشاكل اللي قلنا اللي كيوقعوا فيها الناس هو ان الناس اللي كتبغي دير الوكاله، يعني الوكاله وكاله مفوضه، راه ما بقاش واكله الخبز، يعني فيها مشاكل. وقدر مثلا انت دير الوكاله مع السيد، ولكن ديك الكارطا كريز ملي تجي تبيع انت هنا، انت درتي الوكاله وباغي تبيع بالوكاله، ياك ملي تجي تبيع انت بالوكاله ملي كدير ديك الكارطا كريز كتلقى فيها مشكله، انت تزرفتي في الوكاله، يعني فهمت كيفاش؟ يعني انت مثلا شاري بالوكاله، انت هنا شاري بالوكاله وديك الطوموبيل بغيتي تبيعها، دوز كاين اللي كيديروها بيع وشراء، يقول لك ما بغيتش ندخلها في السميه ديالي باش نمشي ونجي حتى للشوان وكذا وديك الجميع، ما عندي غرض، دير غير الوكاله. ولكن ودير غير الوكاله باش انا باش كيبان لي شي شريك كنقلبالو،
فهمتي كيمشي بها لشي واحد اخر، اون فوا كضربها في السيستيم كتلقى عليها مشاكل، هاو تزرف دابا ديك مول الوكاله. هذاك دابا شنو خصو يدير اللي كيدير الوكاله اللي كيديرها الطريقه هذه؟ خصو مثلا قبل ما يدير الوكاله يجي يجرب كارطا كريز في النظام ديال النارسا، يشوف هاد الطونوبيل واش كايزه ولا ما كايزاش، الا كان كايزه يدير الوكاله عادي، واش فهمتو؟ خا هي ما وكلاش الخبز، ما اكتشاف ما دايزاش ما يدير لها الوكاله والو، يهني راسو. نتمنى الاخوان تكونوا فيدناكم بهذه النصائح على حساب تحويل الملك، او كما كنقولوا يعني نظام جديد ديال البيع والشراء اللي هو نظام امين ونظام سلس. غير هو يعني ما خصكش يعني في حال نقولوا مثلا ملي كانت كارتولينا نقولوا كانت البيع والشراء ديال العواول، فهمتوا كيفاش؟ ملي كانت كارتولينا شحال هذه كان غير البيع والشراء ديال العواول، دابا البيع والشراء ديال الرجال، يعني البيع والشراء دابا النارسة بيع والشراء ديال الرجال، فيها شي لو غنمياك لو ما متفاعش لو راه غادي تاكل الدق، يعني ماشي مثلا تكاتب مع السيد وتدخلها في السيستم ودميها ليها ما غن ما نمشيش تدفع، ما نمشيش تدفع ديك الطرومي يمكن لا تدفع لا تشري، ضروري خصك تمشي تدفع. يعني الندم اللي غيبيع ويشري يبيع ويشري البائع والمشتري خاصهم يكونوا معقولين، يعني هذاك باي يشري باي يشري، يعني باي يدفع باي يدفع، هذاك باي يبيع باي يبيع، يعني ماشي غير يلعبوا ولا تخرويض ولا بيميكوا عليها كما كيقول الدراري. يعني كارطولينا كيبقى عنده عامين ثلاث سنين ساعه كيمشي يجدد مع مولاها وكيسوق عادي في الطريق ما مسوقش، هذه لا، يعني دابا البلاد غادا وكتنظم، يعني ما بقاتش ديك العشوائيه شحال هذه. نتمنى الاخوان نكونوا فيدناكم، نتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله، ونهضروا على شي مواضيع جديده ان شاء الله.